حل تبايع شواء يومي العيد وفدا كبيرة من قبل المواطنين، حيث أصبحت عادة لا يتم الاستغناء عنها. نتابع ذلك مع ليليا داود. هي تحضيرات أحد محلات بيع الشواء بالعاصمة لاستقبال زبائن من نوع خاص في ثاني يوم من عيد الفطر المبارك، أين يزداد إقبال العائلات على تناول الشواء بأنواعه في هذه الفترة، خاصة عند خروجهم للتنزه وكسر الروتين خارج البيت. بالنسبة لإقبال الزبائن في العيد يكون أضعاف المضاعفة سائر الأيام الأخرى، يعني إذا كان يجينا في الأيام الأخرى يجينا 200 زبون في اليوم، في الشهر في العيد تكون الأضعاف، يعني في المياه جينا 1000، يعني عندنا في الأيام سائر الأيام عندنا أقل من 10 عمال و15 عامل، يعني في العيد لازم تضرب في 3، يعني إذا كان عندنا 15 لازم 45. الإقبال تاع الناس كاين بزاف في العيد، يكون إقبال كبير خاطرش علاه سما كما يقولوا لا بيبار تاع الناس كما يقولوا اللي في الدار ما يطيبوش، ما حنا ثاني عندنا ديك ليون تاع العيد سبيسيال يجيو يعني بالبزاف. عمي جمال القادم من ولاية تيزي وزو لزيارة عائلته اغتنم الفرصة لتناول الشواء باعتبار أن جل المطاعم مغلقة. مي تسي لو بروبليم نقول لي على بالك ونسعي غير انا ثني ونسوي على نقول لي مازال نسوي العاد انا نقول لي يدورار مازال نسوي مي ما نخدم ما كان دورا نقول لي اسمي دني وين كاس المدين نتصدر ذي ونتفارا وك صنم في دو سال داش شوان ما شاء الله عرض قلت وانت في غير بارسو يا بلوس دي زانفيتي دي نو سافي دو بريفيرونس داشتي دي شوا داي ومن بعد نروح ورسنا. انتعاش تجارة الشواء أصبح عادة ألفها الجزائريون ودأبوا الإقبال عليها، خاصة وأن الركود يشل كل أنواع المحلات خلال يومي العيد.